السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيكم بفيديو جديد على قناة ميبل إميجريشن. اليوم بدنا نحكي عن مقاطعة كندية طالبة عشرات آلاف المهاجرين، لأن عندها نقص كبير بعدد الأيدي العاملة. هاي المقاطعة اسمها نانوفول، موجودة بشمال الشرق كندا. طبعا كيف تقدر انت تعرف هاي الوظائف اللي طلبتها هاي المقاطعة؟ الموضوع كثير سهل، بس انت راح تدخل على الرابط اللي حاطين لك اياه تحت الديسكريبشن. طبعا الرابط زي ما انتم شايفين govgovernment.new.nanovot.ca.canada، هذا الموقع طبعا موقع حكومي. اول ما تخش على الموقع تضغط على jobs، تطلع لك هاي الصفحة، تنزل لتحت شوي تلاقي عندك ثلاث خانات: department، نوع الوظيفة اللي بدك تقدم لها. يعني مثلا بدنا نقدم احنا لا human resources اللي هو HR او موارد بشرية، community اللي هي المدينة الموجودة داخل المقاطعة اللي راح تقدم فيها. انت طبعا مش هتحط اي واحدة من هين، راح تحط اني، هتتخلي فرصتك اعلى. closing date يعني موعد الاغلاق، الخيار هذا يعني راح يكون تاريخ انتهاء، والخيار هذا انه الوظيفة راح تظلها موجودة لحد ما يبطل فيه شغل. طب انت برضه بتحط هون اني حتى تكون فرصتك اكبر، تعمل ابلاي، تفتح معك الصفحه هاي، تنزل تحت هاي الوظائف المطلوبه. في عندك جوب تايتل اللي هي معناتها اسم الوظيفه، هون نوع الوظيفه، كلوزنج ديت اللي هي معناتها موعد اغلاق الوظيفه، هون المدينه، هون عندك نوع العقد، تختار الوظيفه اللي انت شفتها مناسبه لك. هاي المعلومات تاعت الوظيفه، هون المدينه تاعت الوظيفه، هون الرقم المرجعي تاع الوظيفة، وهون نوع العقد. اما بقية الصفحة هون شوية معلومات عن الوظيفة اللي انت بدك تقدم لها. هسا كيف انت بدك تقدم الوظيفة؟ بكل سهولة تنزل تحت if you are interesting. بس بحكي لك هون if you are interesting in applying for this job please email your cover letter and your resume to the email هذا. Please include the reference number in the subject line of your email. بحكي لك يعني هون اذا انك انت مهتم بالوظيفة ودينا الكفر لتر. الكفر لتر يعني شوية معلومات عنك، رزوم اللي هي السي في تاعك، هذا الايميل انت بدك توديه. بس بحكي لك هون لازم انت تحط الريفرنس نمبر، السبجكت او العنوان او الموضوع تاع البريد انت بدك ترسله. الريفرنس نمبر اللي هو الرقم المرجعي اللي قلنا عنه انه هو هذا. كيف بدك تدي الايميل؟ بكل بساطة تضغط كليك يمين، كوبي ايميل ادريس، تفتح الايميل تاعك، تعمل انشاء او ايميل جديد. بس الايميل راح تعبيه كالتالي، هون راح تحط الايميل المرفق الموجود بالموقع، ترجع للموقع تنزل تحت اللي هو هذا الايميل، كوبي ايميل بيس، هذا الايميل اللي احنا راح نوديه. بس بالموضوع هون حكالنا انه لازم نحط الرقم المرجعي، ترجع بتدور على الريفرنس نمبر اللي هي هاي، تنسخ الرقم هذا، تعمل تخش هون تحطها بالموضوع او بالسبجكت، تعمل ارفاق هنا، تفتح لك الصفحة بتختار السي في تاعك. يعني مثلا راح اختار اي ملف، يعني راح اختار هذا الملف مثلا. هون هيك انت جاهز، بصدر عندك الكفر لتر. انا راح اعطيك طريقة تكتب الكفر لتر يكون كويس، وان شاء الله عن طريقه راح تنقلك. الكفر لتر راح يكون مقسم لاربع اقسام: القسم الاول التحية، بعدين مقدمة، فقرة الخبرة، فقرة ختامية. هسا التحية بتحط تحية مهنية تخاطب مدير التوظيف بالاسم، يعني مثلا تحكي له مثلا اسمه مثلا جون، تحكي له دير جون او هالو جون زي هيك. بس المقدم بتحط فقرة افتتاحية تلفت الانتباه، تقدم نفسك ونيتك في التقدم للوظيفة المطروحة. بعدين بيجي لنا فقرة الخبرات. فقرة الخبرات هي فقرة بتحكي فيها عن انت خبراتك وال الوظائف اللي انت شغلتها قبل هيك، وشو انجازاتك وشو شو شو، يعني بتقعد تحكي عن حالك بشكل عام. الفقرة الختامية فقرة أخيرة تحتوي على دعوة للعمل، تطلب من مدير التوظيف أن يدعوك لإجراء مقابلة. بهاي الطريقة انت بتكون كتبت كفر لتر يكون جذاب. بعدين بترسل الإيميل. هسه هيك انت بتكون قدمت للوظيفة. بعد هيك شو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير هسه صاحب العمل اذا شافك وشاف الكفر لتر تاعك وشاف السي في تاعك وشافك الشخص المناسب لهي الوظيفة، هو راح يعمل كل الاجراءات، راح يعمل لك فيزا من داخل كندا اسمها International Mobility Program، راح يتم التواصل معك. طبعا هذا الفيديو تاع اليوم، اتمنى انكم ما تنسونا بلايك كومنت وكمان اشتراك. كان معكم محمد المصلح من قناة ابل اميجريشن.